مختلفه، لكن لما نقول خصصنا يوم لحاجه معينه يبقى معنا احنا جنينا على الحاجه، لانه نحن اديناها يوم واحد فقط، رغم انه هي مفروض تكون ايام متواليه. والحب افتكر انه ما عنده مكان ولا عنده زمان ولا عنده لحظات ولا عنده ايام، لكن خلينا نشوف راي ضيفنا اللي موجود معانا من خلال اغنياته اللي خصصها للحب تحديدا، وشكرا من خلاله لورداته اللي قدمها لكل الماره والعابرين من خلال الفيديو كليب اللي تابعناه وشفناه في الشارع العام. اهلا وسهلا وصباح الخير عليك الاستاذ الخير. والفنان عمر عبد الرحيم جاويش، مغني وملحن، وصباح الحب زي ما انت قلت. صباح الحب، صباح الحب. الحب ده جميل. الحب ده اسمى غايه في الحياه. يا سلام. ربنا خلق على الناس يحبوا بعض، ربنا ذاته يحبنا، قال اذا حب الله عبدا ابتلاه. صحيح. ربنا بيحبنا. فالحب حاجه جميله وسهم من رب العالمين. يا سلام. عمر نحن دارين نشوف الاغنيه اللي سمعناها سو احساس الحب اللي كان موجود جواها، والحب اللي بينك وبين فدوى فريد اللي خلق توأمة جميله طلعت لنا حاجه حلوه كانت الناس استمتعت بها. والله يا اخي ده حبنا الغنى، نحن بنحب الغنى الاثنين. انا بحب الغنى من صغري، يعني بحب الغنى محبه كامله. فبفتش في صفحه الاستاذ نجلاء زين الشعر من زمن طويل يعني، فلقيت صباح الحب دي قديمه جدا. نعم. مكتوبة في فبراير 2011. فهي معتقة بالحب وقاعدة. نعم. فطلبتها منها قالت لي تمام شيلها. شيلتها ولحنتها. لحنتها. فهي اقترحت قالت لي يا أخي ما تشوف مغنية تغنيها معك. اقتراحها هي. نعم. فوقع الاقتراح على فدوى فريد. صوت جميل، إنسانة واضحة جميلة. إنسانة جميلة بتحس بالجمال، يعني فدوى لما تغني في بتديك كل معاني الجمال والغناء والتعابير حتى بيدها وبطريقتها وبابتسامتها المختلفة. نعم نعم. فدوى شكلت ثنائية جميلة خالص. احنا حبينا العمل ذاته. يا سلام. اي حبينا العمل، حابين نشيع الحب للناس. المحبة المفروض تكون في أي تعامل، المحبة في أي تعامل بين أي اثنين، فما مخصصة يعني، ما مخصص، ما عندها زمن. يبقى معناها يا عمر لو نحن تكلمنا عن الحب وقلنا انه هو ثقافه، هو ما ثقافه جديده، الحب نحن بنبتدي به فطره عندنا. نعم. جوانا. نعم. لكن نحن كيف نقدر نطلعه للاخرين، وكيف نقدر نحب نفسنا اول ونحب الناس اللي حولنا عشان ما نقدر نتعايش في الحياه. صح. طبعا دي مشكله حقت مجتمعنا السوداني، عندنا مشكله حقيقيه. بنخاف من المشاعر، ما بنطلعها، بنخليها جوانا. بيحس انها بتضعفنا. يعني حتى في نطاق الأسرة نحن ما بنسمع الأم بتقول لأولاد أنا بحبك يعني بالساهل. هي المحبة بتصير له في شكل التعامل، في شكل الخوف عليه، في شكل كده، لكن ما بتسمع الكلام. ولا حتى الأب والأم. ولا حتى الأب والأم، حتى بينهم الاثنين عندهم عيب قدام الأولاد. الأب لو قال الأم أنا بحبك بتتضاير. رغم إنه الحب حاجة جميلة. لكن ممكن يجيب لها توب هدية وهي تقبل، تحس إنه ده تعبير عن. نعم ده تعبير عن الحب. لكن اللغة المباشرة ما قاعد نقبلها في حياتنا بسهولة. صحيح. مجتمعنا مجتمع ناشف. بيقول لك الراجل ده لا بيبكي لا بيحب لا بيظهر حاجاته، بيكون زول كده، بيكون ماشي قدام المرأة خطوتين وهي ماشية وراء. لكن احنا محتاجين نقرب من بعض الجفاف. اكثر. هاي جفاف عاطفي. نعم. ويظهر عكس ما يبطل. ليه؟ انا حاسس اني بحب زول بقول انا بحبك. يا سلام. اي حاسس ان انا ولدي ده بحبه بقول بحبك. زول في الشارع حسيت منه احساس جميل بحبه. الحب ده احساس. يا صحيح. ما كلام بيتقال. صحيح. احساس وفعل. عمر الفنان بيطلع لنا حبه لحاجاته في شكل أغنية، في شكل أغنية، يعني أنت بتلقى نفسك بتعبر من خلال الفن بحبك؟ أكيد طبعا. حتى لجمهورك اللي بيقعد يسمع عليك؟ أكيد طبعا. أكيد. أنت لو ما لو ما لو ما كنت صادق في حبك لحاجاتك ما بتقدر توصل إلى زول. صحيح. فلو ما حسيت الغنى حسيته أنت جواك ككلمات ما حتقدر توصل إلى أي زول. فيا الفنان بيضرب نفسه أولا وبيستمتع بحاجاته أولا، حتى بعد ذاك يمتعب الناس. يحبها يكون قريب منها. نعم. فانا قاعد اعمل مع غناي كده، بنتعامل مع الغناء ده نحن ثلاثي، انا نجلاء زين، عصام درماس، عمر جاويش. يا سلام. قاعد نحب شغلنا، بنجود وما قاعد نطلع الغناء عشان نتاجر به ولا لا، بنحب نطلع الغناء بحب عشان كده بيطلع مختلف. ايوه نعم. عشان كده الناس بتتقبله. والله طبعا تقبل الناس ده انا بديت اقراه مؤخرا، انا تجربتي دي لها سنه، تجربه خاصه لها سنه، انا بديت الحن لي سنه. خلينا نحن نشوف عمر الملحن والفنان من خلال أغنية وحي قديمة لنا الآن نسمعك، ونجي نشوف إنه ذات عمر ده هو الغناء بالنسبة له هواية وليس مكسب، وإنت حبيت الغناء عشان كده هو حباك. نعم. من صغري وكان نفسي أقرأ موسيقى ودراما وكده، لكن في احتراط كان من الأسرة إنه لا لا دي هواية ما مهنة. طيب نحن نسمع المشاهدين في عمل اسمه شنطة غدر الحنونة.
بيتحنونا. نحن نسمع بيتحنونا جدا، نسمع بيتحنونا. قصتها كانت شنو بيتحنونا دي؟ هي حقيقة حنونة؟ حنونة والله، حنونة شديد. يا سلام، حنونة. وأنا طلبت النص ده طلب، يعني طلبت من إجلازين طلب، قلت لها ده نص للمرأة. المرأة دي عندها قيمة كبيرة، لأنها هي الأم وهي الأخت وهي الحبيبة وهي الزوجة وهي البنية. البيت دايما بيقولوا حنونة، والمرأة بطبعها هي حنونة. تحية لكل حواء بلادي في كل مكان، تحية لكل الحنونات. خلينا نسمع. نسمع بيت حنونة. حنونة أدتني كونة، آه بيت حنونة أدتني كونة، بي صباح ونور عيونة، بي صباح ونور عيونة، فتح لي للجنة بيت بريد بريد عيونا. يا ناس حنونا، في دلالة وفي مجونة. يا ناس حنونا، من دلالة ومن مجونة. يا ربي احفظ لي وصونا، يا الله احفظ لي وصونا، بدعاء بريد حجاب، بتبريد بريد جنونا. بيت حنونة يا الله ما بقدر بدونه، بيت حنونة يا ربي ما بقدر بدونه، بيت بريدة وما بخونه، بيت بريدة وما بخونه، بيت تباشرك بحباب شوف بسامتك شوف سنونا. قوية زي لالوبة لونا، قوية زي لالوبة لونا، حلا تشامت بين عيونا. يا ناس شامت بين عيونا، بغيمة زي وتر الهوى، هي بتريدني زي عيونا. سكونة أوه غيام الليل سكونة، بالطجوط القبلة دونا أوه، بالطجوط القبلة دونا، تشبه الجنة معيقة، بتحنونا وين أقبل وين بدونا، بيت حنونة وين أقبل وين بدونا. يا ناس حنونة أدتني كونة، أوي بيت حنونة
ناس حنونة بتحنونة يا ناس حنونة بتحنونة يا ناس حنونة بتحنونة يا ناس حنونة بتحنونة يا ناس حنونة عدتني كونة ضي صلاحة ونور عيونة ضي صلاحة ونور عيونه فتح لي للجنة ما. سلام يا سلام يا عمر عبد الرحيم. شكرا يا عمر. وحقيقة البنت الحنونة اللي أدتك ده كله حقيقي هي حنونة, حنونة يعني. حنونة هي والله هي حنونة. شكرا لاختيار كلماتك وشكرا لإنك تغني للبنت ذات الحنونة. المرأة دي أساس صوتك الحياة. صوتك جميل يا عمر والله صراحة. شكراً. وكل اللي بيتابعونا الآن وسمعوه أكيد بيكونوا شافوا وسمعوا صوت عمر وإحساسك. عمر إحساسك بالغنى مختلف. ده فيه محبة. إيش خالص. وأنا لقيت روحي في كلمة نجلاء زين حقيقة. الزول ذيك زولة كتابة. ليها التحية الأستاذة الشاعرة. شاعرة كتابة وحساسة وفي زولة تشكيلية أصلاً. فبتكتب الكلام ده زي صورة. أنا بشوف الكلام صورة. عمر مع أنت بتختار الكلام والحاجات حسب إحساسك وحبك ليهم يعني. ممكن ما كلام أي زول أنت تقدر تغنيه وما لم تحس به جواك. أنا في ناس كثر عرضوا لي أشعار الفترة الأخيرة دي بقرأ. أنا إذا حسيت وأنا بقرأ جواي نغم للحاجة بواصل فيها طوالي بنغمة. شعر نجلاء زين تحديدا بقراه بحس انه بتردد جواي بنغم. يا سلام. فطوالي بدندنه وبمشي. دي توأمة ذاتها جميلة وإحساس معناها نفسك خالص في الإنسان. خالص. عمر وأنا أول من لحلها يعني. يا سلام. هي بتكتب وأنا لما طلبت منها قالت لي أنا الشعر ده أشتر مزول بيلحنه. قلت أنا ذاتي أشتر. لا لا والله لحنت الطريقة جميلة. لكن خلينا نشوف آخر حاجة عمر بيوعد جمهور وكل الناس اللي بيحبوه بشنو ممكن يكون جديد في 23؟ في 23 برضو عندي عمل بيقول قلوبنا لما تحب شديد في الريد بلانا بنحسلها. يا سلام. فالعمل ده حينزل قريب إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عندنا توأمة برضو مع فدوى فريد في شغل تاني. نعم. شغالين عليها. ليه التحية الأستاذة فدوى فريد. نعم. حنشوفك إن شاء الله قريب من إن شاء الله. عندنا شغل مع الأستاذة صباح عبد الله الفنانة صباح عبد الله برضو عندنا معها أعمال. فالحمد لله الأمور ماشية كويس. وأنا أوعد الجمهور بغنى رصين وكلمات جميلة إن شاء الله ترفع من مستوى الفن السوداني ونقدر نقدم حاجة. نقدر نكون امتداد لجيل الرواد يعني. إن شاء الله. نتمنى. عمر نحن من خلال صباح الشروق وإطلالتك لنا الصباحية الجميلة جملتنا وزينتنا ومليتنا طاقات حب جميلة نحن دبيها صباحنا. نحن شاكرين لوجودك. أنا شاكر لكم شديد. وأنا لقيت في الشروق أسرة جميلة حقيقة. أنا لي زمن معاكم في برامج مختلف أكيد. لكن لقيت في أسرة جميلة في الشروق. وأنا أحيي الشروق من الإدارة لحد أصغر عامل فيها. محبتنا لك وشكرا لكل شكراً. الناس اللي رافقتنا وتابعتنا من خلال فقرتنا مع فناننا الكبير المغني وأيضا الملحن عمر عبد الرحيم جاويش.